حقيقة التدريب في كلية التمريض على أعلى مستوى. كلية التمريض عندنا بتشمل 4 مستويات، يليهم سنة تدريب امتياز. في المستوى الأول بياخدوا الحاجات الجنرال، الحاجات العامة اللي هي رعاية الكبار. في السنة الثانية بياخدوا رعاية الأمومة والطفل حديث الولادة ورعاية الأطفال. في السنة الثالثة بياخدوا إدارة التمريض، وبياخدوا التمريض النفسي، وبياخدوا كذلك تمريض صحة المجتمع. السنة الرابعة بقى هي اللي بتاخدوا فيها واحد من 3 مسارات. بيختار الطالب إما أنه يكمل في رعاية المسنين، أو رعاية الحالات الحرجة، أو القبالة والتوليد اللي هي الميدويفري. الطالب بعد ما بيخلص بياخد الشهادة بتاعته، بياخد سنة امتياز، وبعد كده بيقدر يطلب في سوق العمل. بيبقى قدامه كارير باسويز مختلفة، إما أنه بيشتغل في المستشفيات أو مراكز تقديم الرعاية الصحية المختلفة. والحقيقة أنه الخريجين يعني المفروض إحنا بنتوقع أن هم هيبقوا يعني فرص العمل لهم هتبقى متاحة بشكل كبير جدا مع مستوى التدريب اللي هم بياخدوه. كذلك ممكن بيغير مساره وبيبقى بيشتغل مثلا في تدريس في مدارس تمريض أو في كليات التمريض أو في مراكز البحوث المختلفة. الحقيقة مجالات العمل مفتوحة جدا، ونتوقع أن الخريجين بتوعنا إن شاء الله هيكون ليهم مستقبل كبير جداً.